السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي بناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي، معاكم أحمد أمين الفيومي عاشق الرياض على قناتكم بيزا فارس خليك الأول. هنحل مع بعض محافظة الدقهلية جبر 2024. السؤال الأول بيقول لي: إذا ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة احتمال ظهور عدد أقل من 3 بيساوي 2 على 6 اللي هي تلت. السؤال الثاني: إذا كانت س عدد سالب فإن أكبر عدد في الأعداد دي هيكون 5 ناقص س. السؤال الثالث: أ في ب ب 12، ب في ج ب 20، أ في ج ب 15، هضربهم في بعض وأجيب الجذر، وطبعاً هاخد الجذر الموجب عشان قال لي ح موجبة يبقى 60. السؤال اللي بعده بيقول لي: أوجد باستخدام القانون العام، هضرب المعادلة في س ترفيع، وبعد كده أرتب المعادلة بتاعتي وأستخدم القانون العام زي ما أنا هكتب دلوقتي في الإجابات، ودي المحافظة زي ما أنتم شايفين. السؤال الأول إجابته هتكون تلت، والتاني 5 ناقص س، والسؤال الثالث أ في ب في ج ب 60. هنضرب في س تربيع يطلع معايا القانون العام، وتطلع الإجابة 2732 من 1000 و732 بالسالب من 1000. والسؤال الثاني هتطلع الإجابة أ في صفر، و9 س زائد 27 صاد ب 54، ودالة س هتطلع أصفار الدالة 1 و2. السؤال الثاني ب هنبسط الناحيتين، يطلع مجال نون واحد ح مع عدد 2 وسالب 3، ومجال نون 2 ح مع عدد 0 و3 وسالب 3، ويطلع المجال المشترك ح مع عدد 2 وسالب 3 و0 و3، ونون س نون واحد س هتطلع بتساوي نون 2 س. السؤال الثالث أ هنجمع عادي، وهنلاقي إن 5 قيمة مطلقة لس بيساوي 5، نقسم على 5 يبقى قيمة مطلقة لس بواحد، يبقى س بواحد أو سالب واحد، ونعوض ونجيب قيمة الصاد تطلع بصفر، يبقى مجموعة الحل واحد وصفر وسالب واحد وصفر. السؤال الثالث ب هنحلل ونحلل ونجيب المجال ح مع عدد 3 وسالب 3 والخمسة، ونون س في أبسط صورة س ناقص 3 على الاثنين. السؤال الرابع أ هنحلل ونحلل ونجيب المجال ح مع عدد 2 وسالب 3، وتطلع في أبسط صورة س ناقص 2 على س ناقص 2 فيها الواحد. والسؤال ب هتطلع الكاف بتساوي 8. والسؤال الخامس: لم ألف اتحاد ب يطلع 9 من 10، لم ألف فرق ب يطلع 2 من 10، لم ألف مكملة 2 من 10. والسؤال ب هنكون المعادلة اللي هو عايزها، ص بتساوي 2 س ترفيع، ونعوض وتطلع المعادلتين، ونعوض بالمعادلة الثانية في المعادلة الأولى، ويطلع معايا النقطة يا إما 1 و2 يا إما ربع وتمن. كان معاكم أحمد أمين الفيومي عاشق رياض، ما تنساش اللايك والشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.